الشعب السوري واحد، الشعب السوري واحد. شهباء حرة حرة، أردوغان يطلع برا. نقف بوجه الاعتداءات التركية والإرهاب وكل أنواع القتل التي تمارس على أهالي الشعباء. هذا الحشد العظيم، أن هذا الحشد هو أبلغ رسالة قد تصل إلى أردوغان، من تهجير قسري لمناطق شعوب مناطق الشعباء، ونحيي صمود قوات سوريا الديمقراطية. تركيا تقوم بزج المرتزقة وعائلتهم من إدلب وحماة وإسكانهم في القرى المحتلة. ندين ونستنكر بأشد العبارات العدوان التركي على مناطق الشهباء. لذلك نناشد كل الهيئات الإنسانية في العالم أن تعمل على كبح جفاح هذا الطاغية. نناشد هيئة الأمم المتحدة باسم وجهاء الشهباء وكل سوريا أن تطرد سفير تركيا من هيئة الأمم، وأن تسحب سفراءها من تركيا لعملها الإجرامي في احتلال أراضي الغير بالقوة والسيطرة عليها بالقوة وتغيير الديموغرافي فيها بالقوة.